اليوم تشرفنا باستقبالنا للأخ سي عبد العزيز بن الخادم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني القيادي والمناضل في الحزب. نرحبوا به في بيته. بارك الله فيك. نرحبوا به في بيته في بيت حزب جبهة التحرير الوطني. هذا اللقاء الأخوي مع أخ كريم شرفه الأخ الرئيس بمهمة جليلة هي تصويب خط ومسار حزب جبهة التحرير الوطني. المهمة جليلة ولكن ليست مستحيلة، ونحن نثمن عاليا قرار الأخ الرئيس برفع الغبن عن حزب جبهة التحرير الوطني والعمل على إعادة بناء هياكل حزب جبهة التحرير الوطني، ما ينبغي أن يتضمنه العمل مستقبلا في تصوري هو أولا وقبل كل شيء إخلاء الحزب من الدخلاء، ثانيا العمل على مكافحة الفساد، شراء القيم ثم شراء الذمم. فجبهة التحرير الوطني ليست شركة أسهم، ليست مزرعة، ليست مصنع، ليست لا للإيجار ولا للبيع،